السلام عليكم خوتي خواتاتي، اعزائي الكرام، اعزائي الكرام، فيديو جديد. تعطلت واحد شوية. اليوم جيت نهضر لكم على الفيزا. وعطيوني فيزا، يعني هاد ليطاب هادي خاصكم تركزوا معاها مزيان. حيت علاش؟ حيت نقدر نقول لكم ليطاب ديال الفيزا صعب من ليطاب ديال كومبيس فرونس. حيت كومبيس فرونس كيشوفوا لك الدوسي ديالك الا كان اديكوا مع لا فورماسيون اللي درتي، يعني كياخذوك زعما عادي. الا اختاريتي لي فورماسيون ديالك مزيان، يعني راه كتكون كتقبل. ولكن الفيزا ما فيهاش اللعب، حيت الفيزا راه لا علاقه ليها بالكومبيس فرونس. الفيزا واحد لونتيتي بوحدها، كونسولا اونتيتي بوحدها، كتعامل معاك على انك واش عندك الوراق كافيين باش تمشي ولا ما عندكش. اوكي، كتكون خاصك شي ورقه فهمتي، ما خاصكش تخلي لهم فين يقولوا لك شي حاجه. يعني من الاحسن اي ورقه بانت لك. انا كنعطيكم واحد النصيحه، شنو ديروا اللي كنت درت انايا؟ مشيت لكاع دوك لي غروب ديال كومبيس فرونس اللي كاينين في الفيسبوك، وخديت كاع دوك لي كا ديال الناس اللي خداو الفيزا. وشنو درت؟ هزيت دوك الوراق اللي جمع هذا وهذا 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 وهذا، وحيدت هذوك اللي اون كومون، وخديت بحال خديت كاع الوراق اللي داروا الاخرين. اللي زيد عنده شي ورقه كنزيدها. حتى درت واحد الدوسي كبير، باقي كنعقل فاش دخلت عند داك لاجون ديال تاليس. هي ما عمرني شفت شي دوسي بحال هكا. جاب واحد الطريقه ضحكتيني. قلت ليه علاش؟ قال لي جبتي لهم كلشي. قال لي غير ما بغاوش يطبعوا لك الفيزا. قلت ليه المهم ما علينا. دخلت لعندو، جبت معايا الوراق، جبت معايا دو دوسي. واحد دوسي درت فيه كاع لي زوريجينو كاملين. واحد لو دوسي درت فيه لي كوبي، وهداك لو دوسي ديال لوريجينو وديال لي كوبي عندهم نفس الترتيب. مثلا باسبور ما عرفتش، ديبلوم، خدمه، بيت، دار، زنقة. غادي نوريكم حتى الوراق اللي كنت دفعت، شنو هما الوراق اللي كنت دفعت كاملين. وغنعاود لكم على واحد البنت اللي كانت ترفضت لها الفيزا. الا شفتوا الفيديو اللي قبل راه كنت قلت لك بان واحد البنت كانت ترفضت لها الفيزا جوج المرات، وحاولت المره الثالثه وخرجت لها الفيزا. غريب. هاد البنت شنو كان وقع ليها؟ كانت دفعت في مراكش المره الاولى ما طبعوش ليها، دفعت في مراكش عاوتاني المره الثانيه ما طبعوش ليها، وكانت قالت ليا فهادوك لي زاجون قال ليها زعما بلا ما تزيدين المحاوله الثالثه ما غاديش يطبعوا لك الفيزا. بقى عندي كونفرساسيون مع ديك البنت. شنو دارت هذيك البنت؟ هي عندها السكنه في مراكش، مشات لكازا، حيت ملي كتكون كتبغي تدفع في شي مدينه اخرى اللي ما تابعاش لك، حيت كل واحد كيدفع للتالس اللي تابع لمدينته. هي مشات لكازا، ما كتسكنش في كازا، يعني لا بروف بانها تقول لهم راني كنسكن في كازا، وهي شهاده السكنه. صافي مشات دارت شهاده السكنه. المهم راك عارف مقدام باش يدير لك شهاده السكنه، كونكو راك كتسكن في المدينه هذه، باش زعما ملي تدفع الدوسي ما يكونش شي مشكل يقولوا لك لا راه خاصك تدفع في التالس اللي تابع لمدينتك. اللي دفعات خرجت ليها الفيزا. شتي يعني ما عمرك تفقد الامل وما يقولش لك شي واحد لا والله ما تخرج ليك هذا الشيء كدير وكذا. دير داك الشيء اللي في بالك، اورغانيزي داك الشيء مزيان، وما تكون خاصه شي ورقه، وسير في الوقت وهذاك. انا متاكد 100% الا كانوا عندك الوراق كاملين ميمكنش ما تخرجش لك الفيزا، من غير الا شكوا في شي حاجه في ليكول، فهمتي؟ الا شمو شي ريحه ماشي تا ليه. واحد المعلومه اخرى عاوتاني، المهم ان شاء الله ملي تدفعوا هذاك الله يسهل على كل شيء، ان شاء الله غير قدوا داك الشيء مزيان وما يكون على خير. مثلا ملي غيعيطوا عليكم باش تاخذوا الباسبور ديالكم، الا عطاك جوا صغيور بحال هكا، ماشي هو هذا شو، غير مثال، كيكون فيه الباسبور لداخل راه خرجت لك الفيزا. علاش؟ حيت كاع دوك لي بابي اللي عطيتيهم خداوهم، يعني كون ما خرجتش لك الفيزا ما يمكنش غادي يخشي هذوك الوراق كاملين في الدوسي الصغير. عطاوكم دوسي كبير. راه ما خرجاتش. حيت علاش؟ ملي كيعطيك دوسي كبير يعني راه رجع لك هذوك الوراق ديالك اللي كنت عطيتيه. هذه هو واحد الاشاره. المهم فاش كتمشي عنده كيقول لك ديك السنه ديك الساعه مشيت ولابس نظاظر كحلين ولابس الماسك، قال لي حيد الماسك، قال لي حيد النظاظر. سبحان الله، ويشوف فيه بحال هكا، شفت فيه انا بحال هكا وكيدير فيا. ها كنقول لكم زعما عطيو له ماكسيموم ديال الوراق. اي ورقه كتبان لك تقدر تبان لك غير مفيده اسيتي. الحاجه اللي زوينه هذا العام ملي خرج الكوفيد هذا، ما بقيتيش كتزاحم مع صحاب التوريس كانوا كيدفعوا بزاف، وانت خاصك تسنى الغونديفو، خاصك تقدر اليوم تشد الغونديفو ديال غدا، ما عندكش مشكل. التريتمون ديال الدوسي دغيا انا كنت دفعت 2 واقيلا
وخرج خرجت الفيزا نهار لابع يومين ثلاث ايام يعني ما تعطل ما والو. دابا غادي ندويو على اوراق اللي خاصك تدفع الفيزا. اول حاجه كتدخل لواحد السيت انا نوريكم كيفاش في البيسا نوريكم كيفاش باش كتعمر الفورمولير ديال الفيزا ديالك. واحد الفورمولير كتيليشارجي وكتعمرو بالمعلومات ديالك. المهم الاخوان هو السيت اللي قلت لكم ديال فرانس فيزا. كتمشيو هنايا مون كونت وهنايا كتعمروا لي زانفورماسيون ديالكم تكون يلا ديروا لا كرياسيون دو كونت فوالا نوم برينوم. من بعد كيجيكم واحد ميساج دو فيريفيكاسيون في لادريس ميل ديالكم. هنا كتدخلوا هاد الكابتشا اللي كاين هنايا. من بعد ملي كتكونيكتا وانا نتكونيكتا ديالي فوالا ملي كتدخلوا كتلقاو المهم انا هادو الفيزات القدام اللي كنت دفعت ليهم. كتهبطوا لتحت نيشان كتلقاو كري اون نوفيل دوموند فوالا كتدخل ليها كيعطيك دي زانفورماسيون كدير اكسيدي على دوموند فيزا. من بعد سيبون هنا راه كتعمر فوالا ناسيوناليتي وكتعمر كاع هادشي كاع دي زانفورماسيون نورمالمون لي ريكونيتكم دي زانفورماسيون على فوتر بروجي نورمالمون ايتود لو موتيف سي ليتود صافي. وكدير فيريفي وكتبقى غادي كتسالي هاد لي باج كاملين وفي الاخر هنايا كيعطوكم الفورمولير بلوس هاديك لا ريسيت بي سي. هادوك من بعد كتامبريميهم وكيكونو تاهما في الدوسي بلوس هاداك لو فورمولير كدير فيه التصويره ديالك وكتسنيه لتحت. وهذيك التصويره اللي درتي كتحداك الام ا لي دونتيفيون اللي عندك ديال كومبيس فرونس مثلا الا كانت التصويره هنايا كتحاول تكتب لتحت وفي الجنب على اليمين والفوق. هذاك الشيء ساهل. هاد السيت فاش كتعمرو كيعطيك جوج ديال الوراق يدي ما كتبانش هنا كيعطيو جوج ديال الوراق. الورقه الاولى هو هذاك الفورمولير عامر والورقه الثانيه هو الغي سي بي سي حتى هو فيه واحد هذاك الترتيب ديال الوراق اللي كنت قلت لكم. ما تشدش الرونديفو الا ما عطاتش كومبيس فرونس لوتوريزاسيون. لوتوريزاسيون كتصيفطها لك بار ميل جو بونس وكتصيفطها لك في كومبيس فرونس لو كونت ديالك. هذاك الميساج اللي كاين في لو كونت ديال كومبيس فرونس ديما تشيكيوها واش كاينه شي حاجه. ملي كيعطيوك لوتوريزاسيون باش تشد الرونديفو عاد هذيك الساعه كتشد الرونديفو. اوكي وصحاب تاليس باش كيعرفوك بانك وصلتك لوتوريزاسيون كتكون انت ديجا امبريميتي هذاك الميساج دوتوريزاسيون ودرتيه وسط الدوسي. ما تخليوش شي غلط يخربق هذاك الشيء. تفاداو اغلاط هاد الفيديو راه ما كنضحكش فيه وما لاحظتوش حيت الفيزا صحيح راه ما كنضحكش ولكن ما كاينش الضحك. الفيزا فيها الضحك. نشوفوا دابا الوراق اللي خاصكم تجيبوا. غنكوبي لا ليست ديال الوراق كاملين ونديرها لكم في الديسكريبشن لتحت. الوراق كاملين اللي خاصكم تجمعوا ديال الفيزا مقسمين على 6 لي بارتي. كاينه لا بارتي الاولى هي ليدونتيتي ديالك كوبي ديال السي ان و 6 لي باج الاولين ديال الباسبور ولاك دونيسونس. ثلاثه الحوايج كاع الوراق اللي غديروا في الدوسي ديال الفيزا كلهم يكونوا اكا. نمشيو دابا لتاليس. تاليس شنو هما الوراق اللي خاصينك؟ داك الرونديفو اللي كتاخذ من الانترنت كيصيفطوا لك واحد لو كود ليميل ديالك واحد الاي دي ماشي كود. هذاك الاي دي كدير هو فكاش كتقول لهم بغيت نخلص رونديفو نورمالمون ولا 333 درهم من غير الا ما زادوش عاوتاني. عطيك واحد الغوسي دو بايمون كون كو راك خلصتي. هاد الغوسي دو بايمون حتى هو غيكون حنا نرجعوا ليه. عقلتوا فاش كتمشيو للكريدي دو مارو كتخلصوا لي فري دوسي اللي هي 1990 درهم بلس لي فري ديال البنكا. كانوا عطاوكم واحد جوج اوراق خضرين عقلتوا عليهم وحده كوبي كليون وحده كوبي كونسولا. هادو حتى هما غيكونوا. دابا حنا سالينا من ايدونتيتي تيلس. دابا نمشيو لغوسورس. غوسورس انت باش نجيكم مال الاخر غوسورس وليبرجمون هما اللي كياخذوا واحد 80% ديال الفيزا. يعني راه كتصيف هاد الجوج هادو كتزيد تبوسي لا شونس ديالك باش انك تطبع لك الفيزا. هما علاش كيترفضوا الفيزا باش تعرفوها. غنبداو بغوسورس. غوسورس كاينين تخواكا اللي دار كارون في المغرب وبلوكا الفلوس. وهداك الكارون راه خصو يكون باباك ماماك خوك ولد عمك ولد عمتك خالك خالتك عمك عمتك. خارج هادو ما كيدخلوش. نبداو بلوكال الاول اللي دار كارون مغربي ساكن في المغرب وبلوكال الفلوس. نصيحه من وزاره الصحه ملي كتبلوكيو الفلوس كتقول لهم اسيدي هاني راه قاد براسي هاهم الفلوس كتزيد لا شونس باش تطبع لك الفيزا. حيت كاين اللي دار كارون على برا حيت قال لك ملي كدير كارون على برا ما محتاجش تبلوكي الفلوس. ولكن من الاحسن انا ما كنقولش لكم ما تخرجش لكم الفيزا الا درتو كارون على برا. غير من الاحسن الا درتي شي كارون على برا من الاحسن تبلوكي الفلوس. بلوكاج ديال الفلوس راه كيمشي من 85000 درهم الفوق قرموم. بلوكاج. دابا غادي نبداو بلوكال الاول اللي قلنا هي شي واحد عنده كارون في المغرب. خاصك سي اي ان ديال الكارون ليكستري نيسونس ديالو لاتيستاسيون دو ليان دو بارونتي. راه كاينه في جوجل كتب اتيستاسيون دو ليان دو بارونتي غيجبد لك ديك لاتيستاسيون غاتامبريميها غيعمرها الوالد مرا وغاتليغاليزيها في مقاطعه. في هاد لوكا ديال الكارون في المغرب فيه دو كا عاوتاني كاين لي با باقي خدام وكاين لي با روتريتي. الا كان باك روتريتي غادي تهنى من شحال من ورقه باك اللي غيتهنى بشحال من ورقه. روتريتي كتكون عنده غير واحد الورقه هي اللي كيجيب ديال لا بونسيون هاز. الا كان باك باقي خدام عاوتاني فيها
جوج كوميرسون ولا كيكون خدام خاصك لاتيستاسيون دو طراي لاتيستاسيون دو سالير لاتيستاسيون دو ديكلاراسيون دي سالير كيخدم عند السي ان اس اس ولي تخوا رولفي بونكير باش تزيدوا لا شونس هذاك لو رولفي تال تكون باينه فيه ديك المونطون ديال البلوكاج حيت هو فاش كيمشي للبنك وكيقول لهم باغي نبلوكي الفلوس لولدي اللي غيمشي يقرا برا كيحيدوا لي ديك 85000 كتبان ناقص 85000 من الاحسن تبان في الغولفي الاخر بحال اللي كتزيد تاكد لهم بان راه تبلوكاو الفلوس تخوا فيش دو باي حتى هي كيخدم الخدمه والاتيستاسيون دو بريزون شارج ليغاليزي اتيستاسيون دو بريزون شارج يعني الوالد ديالك كياتيستي بانه غادي ياخذ ديك لي شارج ديالك ملي غتمشي لبرا تقرا يصيفط لك باش تاكل باش تعيش هادشي منكر واحد القضيه اللي باغي ندوي عليها من وسط دوك لي غوسورس اللي هي لاتيستاسيون دو بلوكاج اتيستاسيون دو بلوكاج كيفاش كدير كتمشي مع الوالد ديالك للبنك ديالو كيقول لهم راه باغي نبلوكي واحد لا سوم ديال 85000 درهم كيكون عندهم ان موديل ديال داك البلوكاج المهم كتكون مكتوبه السميه ديال الوالد ديالك وهالمونطون اللي بلوكا لهاد التلميذ هذا دابا غندوزو لواحد لا بارتي اللي سميتها فورمولير كاينه وحده سميتها فيش دو رونسينيومون هادي كانت كتعمر شحال هادي دابا مابقاش كتعمر وانا عمرتها وما شدوهاش من عندي اتيستاسيون اوفي هادي حتى هي كانت كتعمر دابا مابقاش كتعطى حتى انا ما شدوهاش من عندي فورمولير اللي كنتي جبتي من الانترنيت غتدير ليه لا دات وسيناتور ديالك وملي كتشد الرونديفو تالس كيصيفطوا لك في الميل واحد الرونديفو تالس حتى هو كديرو الا شفتوا راه كتلقى فيه الفوق الماب ديال تالس فين جات غتزيد عليها لوتوريزاسيون دو بريز دو رونديفو ديك لوتوريزاسيون اللي صيفطات لك الكومبيس باش تاخذ الرونديفو وواحد الكونفيرماسيون دو بريز دو رونديفو راه كيصيفطوا لك ميل في جيميل ديالك بانك كيكونفيرمو لك بانك خديتي الرونديفو اجي لينا دابا ليبرجمون قلت لكم قبيله ليبرجمون مهم بزاف ولي غوفو كيديروا على ليبرجمون عندك اربع الحوايج باش دير ليبرجمون عندك سوا الكروس يعني قبلوك وصيفطوا لك لاتيستاسيون ديفيرجمون داكشي تقدر ديرها وعندك كتدبر مثلا في شي كرا على فرنسا يعني الورقه اللي غتخصك هي كونطرا د باي كيصيفطها لك هذاك اللي كرا لك وكيصيفط لك لا سي ان ديالو وشي ورقه ديال الضو ولا الماء بسميه ديالو لوكا الثالث هي ليبرجمون شي واحد كيجيك على برا ولا شي صاحبك ولا شي صاحبتك كدير لك ايبرجمون اللي كتمشي مايماز ولا ايبرجمون غتعرف كتدير لا ميري وكتخلصها لها واقيلا واحد 30 يورو ولكن غتلقى المشكل كيفاش غتصيفطها لك فهمتي الا صيفطات لك سكان يقدر يدوز يقدر ما يدوزش ما نقدرش نكونفيرمي لك واش غيدوز ولا لا ولوكا الرابع اللي درت انايا هو كتمشي تقلب على واحد لاجونس دو فواياج وكتقول لهم ريزيرفيو ليا لوطيل دابا غتقول علاش ما نمشيش انا البوكين وندير ريزيرفاسيون وانانوليها من بعد غتقدر ديرها ولكن الا مشاو هما لقاو بان داك ريزيرفاسيون اللي درتي ني با كونفيرمي راه يقدروا يرجعوا لك الدوسي ديالك يعني من الاحسن تشوف شي اجونس دو فواياج وتحيه كانت درت عليا فابور واحد السيده عمر دار غنزيدوا عليها سيدي هذاك لي بيرجمون داك لوطيل اللي خديتي ولا داك الكروس ولا سميتو غتمشي طابيه في جوجل مابس لادريس ديالو وغتدير المسافه ما بين هذيك البلاصه اللي غتسكن فيها وفين غتقرا يعني كتبين ليهم بان هانتوما راه المسافه راه قريبه ما بين فين غنسكن وفين غنقرا وباي دو واي ما شرتش شحال من ليله خديت في لوطيل كنت خديت 15 جوغ بغيتي امبريمي كولور سون كولور هذوك اللي كيتسحبهم الى امبريميتي او كولور زعما راه ما كاينش داكشي فكره غلطه ايمان راه كتضيع الفلوس توصي يكون صحيح كون كولور ولا سون كولور داكشي ما كيمشغلهمش كيمشي امبريمي زعما ديك الكيتونس كولور باش تبان هذيك ديك فراتيرنيتي بالحمار ويقول اه ويدوخ هذاك ديال الفيزا يقول اه السيد راه كيطبع بالكولور غنطبع ليه امبريمي سون كولور بلا ما نضيعوا الفلوس واللي خدامي امبريمي في الخدمه ديالو ملي يخرج شي امبريمي على برا هاكا نضحك هاكا قلت لكم ما خصناش نضحكوا في هذا الفيديو الدراري والبنات ما خصناش نضحكوا لا لو سيريو شويه لو سيريو واحد الحاجه اخرى ريزيرفاسيون ديال البيي ريزيرفاسيون ما كتعنيش بيي شريتي بالفلوس ريزيرفاسيون غير كتغيزيرفي فابور بيان سور كتعيط الو كتعيط للسونتر دابيل ديال ديك الشركه اللي بغات تسافر معها مثلا لاغان تحيه لاغان توحشناكم كتعيط عليهم كتقول لهم السلام عليكم سميتي كذا كذا بغيت نغيزيرفي واحد البي ديال الطياره في لوجور جي هسميها الكنيه كتقول لك واخا سيدي تحيه الا او ال عطينا لادريس ايميل ديالك كتعطيها لادريس ايميل ديالك وكتصيفط لك ريزيرفاسيون هذيك ريزيرفاسيون كديرها في الدوسي كتقول لهم زعما راه هانتوما انا راه غيزيرفيت واحد الحاجه اخرى كتزيدها في هاد ليبرجمون واحد لا ليتر اكسبليكاتيف شنو هي لا ليتر اكسبليكاتيف اكسبلينيشن
اش هذا؟ كت اكسبليني ليهم كت اكسبلين كتقول لهم عرفتي راه خديت لوطيل راه غير باش نسلك واحد 15 يوم بين ما لقيت الكرا كما قلت لكم لي ليتر اكسبليكاتيف راه مهمين بزاف زيدوهم الا بغيت ندير لكم شي موديل ديال اكتبوها لي في الكومونتير حيت الفيديو كيطوال الاخرى اللي هي الخامسه ولا مع السادسه هي لا بارتي بيداغوجيك بيداغوجي يعني القرحيه يعني العلم يعني كاع داكشي اللي قريتي كاع لي سيرتيفيكات اللي درتي عندي لي ديبلوم عندي بزاف د الحوايج ما درت بهم حتى شي حاجه كنتي في السادس وكانت عندك شي شهاده حتى هي ديرها لهم تما المهم غير كنبين لكم زعما داك اول حاجه خاصك تدير لهم ملي كتدخل لسيت كومبيس فرونس ملي كتقبلك شي ايكول ولا يونيفرسيتي كتصيفط لك واحد لاكور بريالابل هذيك هي لاكسيبتاسيون وكتبدا من السيزيام شنو هي السيزيام شنو كيكون عندك السيزيام لي غولفي نوت ديال السيزيام يكونوا بالفرونسي ماشي مشكل الا كانوا بالعربيه وبالفرونسي او ميم طون المهم الفرونسي تكون الباك غولفي نوت والباك باك بلس 1 يعني الغولفي نوت ديال اس 1 والاس 2 باك بلس 2 غولفي نوت ديال اس 3 والاس 4 او 2 ديبلوم باك بلس 3 غولفي نوت ديال اس 5 اس 6 وليسونس ديبلوم باك بلس 4 غولفي نوت ديال اس 1 اس 2 باك بلس 5 غولفي نوت ديال اس 1 اس 2 والديبلوم الى عندك ما عندكش الديبلوم كدير لهم اتيستاسيون دو سكولاريتي كوم كوا راك مازال كتقرا هذاك العام ونفس الشيء باي عام هذاك العام اللي كتكون باقي كتقرا فيه كتاخذ غير اتيستاسيون دو سكولاريتي يعني انك باقي يعني انك باقي كتقرا مهمه بزاف لاتيستاسيون دو سكولاريتي ما تنساوهاش يعني راني باقي كنقرا يعني راه الا مشيت لتما راه باقي نقدر نقرا واو او تي اس اف ولا الدالف اللي عندك مهم اللي عنده الدالف اللي عنده تي اس اف اللي عنده اي الهيبه يحطها تما انا كان عندي واقيلا الدالف بي 2 هو اللي كان عندي اي وغتمشيو عند لي بروف الدراري اللي مضاربين مع لي بروف يعني ما ندير لكم ماشي ضروري داك البروف يكون كيقريك هذاك العام سير لشي بروف قديم وتيليشارجي واحد لا ليتر دو ريكومونداسيون كتبها حيت البروف ما غاديش يمشي يكتبها لك وقول البروف عافاك انت قراها وصنيها اي كتكتب انت على راسك هذا تلميذ مهذب تلميذ كيقرا مزيان وخمسه الزرق تلميذ هادي والاستاذ غيصني لك هذيك اش ما يجي جوج ولا ثلاثه انا كنت درت جوج واحد الاساتذه كانوا قراوني كيزيد بين الطوسي ديالك زوين قلنا اون لتر دو موتيفاسيون كتبها الا بغيتي كونسيرنون داك الماستر اللي غتمشي ليه ولا ديك ليسونس ولا داك الدوك نهضر لكم على الكا ديال لوطو فينونسمون او ماي جاد اوتو فينونسمون كيديروا هذاك اللي كان خدام في الاوفيس كنحبو ونموت عليه حتى كتبلوكي الفلوس في الكونت ديالك فلوس ديالك هادوك الاوراق اللي كنا قلنا ديال الباك اللي داير لك لا غارونتي فيش دو باي اتيستاسيون دو طراي اتيستاسيون دو سالير كتجيب ديالك انت كتبينو بان الفلوس اللي بلوكيتيها منين جبتيهم جبتيهم من الخدمه ولا بغيتي تزيد تسرع الدوسي ديالك يعني كدير لوطو فينونسمون وكتزيد الوالد ديالك ولا الوالده ديالك ولا الاخ ديالك غارو ما يخسر والو غادي يعمر الورقه ديال الكارو ويعطيها لك ما يعطيك لا ريال لا جوج غير كتزيد تبين بانك انت مبلوكي فلوس ودير الكارو يعني كتقول ليهم غا الا ما بغيتوش تطبعوا ليا مزوز انا فوالا الدراري سمحوا ليا والبنات سمحوا ليا طولت عليكم حيت راه البروسيدور فيزا راه هي مهم راه الا ما صرعتيش البروسيدور فيزا مزيان راه ما كاين والو يعني من الاحسن عطوها الوقت مزيان باش تضمنوا الفيزا ديالكم راه الا كان دوسي كامل راه الفيزا كتكون مضمونه بواحد 95% اللي كيتفرج السلام عليكم خويا اختي كتفرج دير واحد اللايك ابوني ما كنتخلصوا عليها ما والو غير باش نتحفز راه الا ما تحفزتش راه ليا شي حاجه راه ولا شي حاجه ولا شي ما نقدرش ندير فيديو ما نقدرش ديروا ابوني يا صاحبي دير تشد لاصير غادي لا طق ضحكتيني انت جاب واحد الطريقه ضحكتيني والله ما ضرك انت كدير واحد الجيم ودير شي كومونتير زوين وان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو ان شاء الله تهلاو اطول فيديو درتو هو هذا